الله قدر ولطف. الحمد لله، ألف الحمد لله على سلامتك وسلامة إصبعتك. شكراً يا جماعة. إن كان على السيارة حد ميت جهنم من كبة ما تأكل هم بنوب. الله الله سبحانه وتعالى نجالك إصبعتك من كثر حسنات أبوك. أبوك خادم ناس كتير، أبوك جمايله مغرقتنا، مغرق الكل، مو هيك يا أستاذ سعيد؟ طبعاً طبعاً، سألني أنا. الله يحفظكم ويخلي لكم أصابعكم كلها. شو أستاذ سعيد؟ أستاذ سعيد ما بنمشي؟ يلا يلا، ما يجي لقلبك شر، معافى. معافى أستاذ طارق، تحب ارفع لك السرير شوي مشان ترتاح؟ أحسن لك ترتاح. أستاذ طارق إذا كنت محصور وبدك تطلع لبرا لا تستحي مني، على عيني وراسي، بس أنت أمور. لا ترفعه، حيدي بالساف، أنا بخاف من الارتفاعات العالية، بدوخ أنا وطي وطي. معافى، معافى، يلا خاطرك. سلامتك سلامتك. سلامة أصابيعك. سلامة قلبك أصابيعك. بده يصير هيك واكثر من هيك كمان، شباب طايش ومقدر اي مسؤوليه. لو كان دفع حق السياره ما تصرف هيك. هلا وقفت على حق السياره اخي، الحق مو عليه، حق على ابوه اللي سلموا اياها. بشوفها ورتانا وراتي. سيدي المرحوم جده كان عنده حماره قبرصيه بتتنقوز نقوزه. احترامي سيدي. لا بأس عليه سيدي، لا بأس عليه، لا بأس على أصبعته. سيدي سلامته. ما صدقنا نحصل على إجازة ساعية حتى نجي لهون نطمن على المحروس وصحته. نعم سيدي، نحن نستأذن حتى ما نتأخر على الدوام. سيدي بالتنقل على الدوام سيدي. السلام عليكم. السلام عليكم. كيفك يا بابا؟ أحسن بابا، بس إصبعتك كيفها؟ لساتها عم تنقف علي. بسيطة، إن شاء الله بيكن الوجع بابا، إن شاء الله بيكن الوجع. قلي لشوف. ممدوح كان عندك؟ بدك تصطاد بالمي العكري يا ممدوح، يا كريك. أبو شريف، ما لازم نقوم بالواجب ونروح الشقة على طارق؟ فكرت فيها كتير، لقيتها مو لازمة، يعني أنا خايف إنه المدير العام يفهمها غير شكل. أصبح لكان أعطيني إجازة ساعية وخليه يروح. أنا بتروح بعد الدوام. يلي جمعني فيك بالدنيا لا يجمعني فيك بالآخرة. هذا الإعلامات يا سيادة المدير العام؟ فكرتك قيمت الدنيا وقعدتها مشان ابنك، تاريك رحت لعند ابو الولد تترجى خاطره مشان يصير حقه عنا. احمدي ربك انه تقبلوا، لو ما قبلوا ما كان فينا نعمل شيء معه. ملا مسؤول. بابا ارجوك لا تتخلى عن طارق، بعرف انه غلطان وبعرف انك زعلان منه، بس مو هلا وقت الحساب. لا تخافي بابا، طارق ابني ولازم اوقفه. شفنا شلون وقفت معه. خلصنا أميرة، لك خلصنا بقى، شو بدي اتحمل؟ لا اتحمل المديرية وهمومة ولا ابنك ومشاكله ولا نقك ليل نهار. إذا شي مسؤول سأل عنك وين أنت؟ عند وحيد. وينك؟ احكي له مشاكلك، بركي بيعمل لك إياها شي مسلسل ببكي. بايخة. لا مو بايخة. لك هلا ما بدنا تفكير ولا ندة للتاني، الشغلة ما بتستاهل. الله يلعن الشيطان، الحق علي، أنا تسرعت ووعدته بالوظيفة. لا شو فيها إذا وعدته يعني؟ فيها استغلال منصبي لأغراض شخصية. خي سميها شو ما بدك تسميها، بس حرام تظلم نفسك، دير بالك على حالك. تفضل. يا ريته ما طلب مني الطلب. الحق علي، أنا تسرعت. لسا ما لحق يتنازل عن حقه ورح توعده بالوظيفة.
لك يا ريت شنكلتها بشي شغلة تانية، كنت لقيت طريقة اتملص. بس المشكلة اني وعدته وعد قاطع، لازم نفذ وعدي. هلا شو فيها يعني اذا وظفته بتخرب الدنيا؟ بيخرب ميزان العدل يا وحيد. اوه علينا انت التاني، لا زودتها كثير احمد. هلا جاوبني بترجاك يعني. هلا اذا اجاك واحد فقير ومحتاج وطلب منك تساعده، بتساعده ولا لا؟ طبعا بساعده. ها؟ وهي رامي فقير ومحتاج وطلب منك تساعده. بس بساعده من كيسي مو من كيس الحكومة. هلا توظف رامي احسن ولا ينحبس طارق؟ الله يستر يا وحيد. طارق لهلا مهدد انه ينحبس، واميرة مهددتني تترك البيت. ايمتى الحكم؟ حكم اميرة؟ لك شبك؟ حكم محكمة المرور؟ بكرة. اشتهيناها لقبلنا، شو فيها؟ ان شاء الله بنرد لكم اياها بمناسبه احسن يا غالي. الحمد لله على سلامتك يا خالتي، الحمد لله اللي اجت سليمه. الله يسلمك يا خالتي. الله ستره يا اختي، الله ستره. الله يسلمك. شغاله ساعه؟ إيه لكن خالتي طبعا شغاله. صدقيني احترت شو بدي اشتري له، بعدين ابو حسام شار علي اشتري له الساعه. الله يسلمك. ذهبها اختي. ما عم بسمعتك كده يا خالتي، ما فيها كان خالتي على البطارية هي تقبلني على البطارية. شلون صار معك الحارة؟ هات احكي لنا صحيح. الله لا يورجيها لحدا يا خالتي، الله لا يورجيها لحدا. ماشي 50 35 بس انتي هون شقدوحة جنب مني شقدوحة ماشي دفيقي، قال لي احد وحظت السيارة وحظت لك السيارة يا خالتي. على مهلك. ولو معروفك سابق ابو طارق. ولو يا ابو اسام، نحن ما في بيناتنا حساب ومعروف. بعدين انا ما سويت شيء يا غالي. طول عمرك متواضع وبتخدم بدون ما تنتظر مقابل، بس انا ما بنسى المعروف وان شاء الله ما بنساه. والايام رح تثبت هالشيء. يعني اخي فعلا لا قصر تواضع ولا شيء، بس انا ما سويت شيء. بكفي انك تحمست لموضوع ابو حاتم وبيضت لي وشي قدامه. يا بتقولي يا حالي ان شاء الله وشك ابيض على طول، بس شو الموضوع؟ شلونك سهر؟ ان شاء الله بخير. اهلين اختي حسام، اهلا وسهلا. شلونك مها؟ شلون رضاكي على حسام؟ ان شاء الله ما عم بيعذبك. اذا عزمك تعيش تبكيلي ها؟ انا باخذ لك حقك منه. بالعكس انا عم اعزبه. تفضل. ومشكلة بابا بتعذبني شوي بعذبها شوي، هي هيك الدنيا. ان شاء الله ايامكم على طول بتكون حلوه ولا تاكلوا بمشي، انا جاهز لكل شيء. ليلى جيبي لي جاتو قهوه وحليب بسرعه. ما اتفقنا ما نجيب سيرة أبو حاتم قدام أميرة؟ مو هيك كان رأيك؟ ما بعرف شلون طلعت معي، زلة فرسان.
على كل منيح اللي انت تركت الموقع وغيرت الحديث فورا. ما يكون احمد فتح سيره قدام اميره؟ ما بعرف، بس باين من رده فعلها انها ما بتعرف شيء عن الموضوع. الحق عليها، ما بتعرف تقرر منيح. كان لازمها كم درس مني. وانت اشطر مين بيعطي هيك دروس. من اول ما فوت بتبلشي فيي، مين قابلت؟ شو عملت؟ قديش دفعت؟ قديش قبضت؟ لكان شو اسمي مرتك؟ ولا بدك ياني اتركك تشتغل على كيفك؟ لا شلون؟ ما بيصير، بينتزع الشغل.